أهلا بكم مشاهدينا مع هذه الجولة اليومية في قراءة في الصحف الوطنية والدولية الصادرة لهذا اليوم. نستهلها من يومية الأخبار وعنونت المنتخبون يفسدون المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وكتبت اليومية: كشف تقرير لوزارة الداخلية أن المفتشية العامة للإدارة الترابية شرعت في افتحاث مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للوقوف على الاختلالات التي تشوب بعضها. يأتي هذا، تقول اليومية، في الوقت الذي وضعت الوزارة تصورا جديدا لتنفيذ المشاريع بإبعاد رؤساء الجماعات والمنتخبين عنها تفاديا لاستغلالها في الحملات الانتخابية عن طريق جمعيات وتعاونيات مقربة منهم. إلى يومية الأحداث المغربية وعنونت النعناع شهادة مخبرية إجبارية. اليومية أوردت أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية يسعى إلى تعميم إجراءات منع تسويق النعناع بأسواق الجملة، مع استثناء الباعة المتوفرين على شهادة تثبت أنه خضع للتحاليل المخبرية التي تؤكد خلوه من المبيدات والمواد الممنوعة. ورخصت أونصا لبعض المختبرات فقط من أجل منح هذه الوثيقة. نبقى في الشأن الوطني مع يومية لوماتانا الثقة بالفرنسية، وكتبت تحت عنوان أنه تم أمس الاثنين بمراكش افتتاح أعمال الاجتماع الرابع لرؤساء شرطة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك في جزر القمر وجيبوتي والسودان والصومال وموريتانيا. ويخصص هذا الاجتماع الذي ينعقد لأول مرة خارج مقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، تضيف اليومية، يخصص لمناقشة الوسائل والآليات الكفيلة بتعزيز التعاون بين الأنتربول ومصالح الشرطة بالدول المشاركة، مع الخروج بتوصيات بناءة لرفع مختلف التحديات الأمنية التي تعترض هذه الدول بشكل مشترك. نفتح صفحتنا الدولية من صحيفة الشرق الأوسط وعنونت: هجوم أنصار الثنائي الشيعي على المتظاهرين يعمق أزمة لبنان. وقالت الصحيفة إن هجوم مناصري الثنائي الشيعي على المتظاهرين وسط بيروت الليلة قبل الماضية عمق الأزمة اللبنانية في ظل تعثر المباحثات السياسية للاتفاق على تشكيل حكومة، فيما لم يصدر أي بيان عن حزب الله أو حركة أمل ينفي علاقتهما بالشبان الذين هاجموا المتظاهرين. باشرت الأجهزة القضائية الأمنية تحقيقاتها في الإشكالات التي نتجت عنها إصابة عدد كبير من العسكريين والمدنيين. إلى صحيفة القدس العربي وعنونت: أردوغان من الدوحة أمن قطر وتركيا واحد. إذ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا ينبغي لأحد أن ينزعج من وجود بلادنا في المنطقة، في معرض حديثه عن القاعدة التركية في قطر خلال زيارته مقر قيادة القوات المشتركة التركية القطرية، مؤكدا أنه لا فرق بين أمن تركيا وأمن قطر. وأضاف أردوغان، تقول الصحيفة أثناء زيارة له للدوحة دامت يوما واحدا، أن المطالبين بإغلاق القاعدة التركية لا يعلمون أننا أصدقاء قطر وقت الشدة. نختم مشاهدينا من صحيفة العرب اللندنية التي تحدثت عن الوضع في لبنان، وقالت الصحيفة إن الأزمة السياسية هناك تعمقت وباتت مرشحة لأن تطول بعدما قرر حزب الله النزول إلى الشارع وقمع الثورة الشعبية التي يشهدها البلد منذ 17 من أكتوبر الماضي. وعزز وجهة النظر التي ترجح استمرار الأزمة السياسية طويلا تفادي رئيس الجمهورية ميشيل عون تحت موعد لاستشارات نيابية ملزمة تحدد في ضوئها الشخصية السنية التي ستتكلف بتشكيل الحكومة الجديدة. وكشفت أوساط سياسية لبنانية وفق الصحيفة أن سببين أساسيين دفع الحزب إلى إنزال مقاتليه إلى الشارع والاعتداء على المواطنين العاديين وعلى قوات الأمن. نهاية جولة اليوم من قراءة في الصحف، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.